يا عم عدين قول ايه اللي جابك الاول انت؟ ايه ده؟ تعمل ايه يا عم؟ يا عم بتعمل ايه حتى في السينما؟ يا عم ركز شويه بقى فيلم هيبدا خلاص. يلا اقعد بقى ركز بقى. فيلم روعه لهاني سلامه الفيلم ده. ايه رايك في الفيلم؟ جامد الصراحه معدي يعني. يا اخي احنا ليه افلامنا مش كده؟ يا عم افلامنا مين؟ ده شوف ده مصروف عليه قد ايه؟ مبالغ يعني. احنا ممكن نعمل افلام احسن من دي بكتير من غير ما ندفع لها مصاريف كتير برضه. بس عايزين منتج كده حلو كده جامد قلبه ها؟ ادينا فيلم من الحاجات الحلوه. بس انا اقول لاحمد بما انك انت بتفهم يعني هي افلامنا في المستقبل هتبقى عامله ازاي؟ هتفضل كلها كده بقى عبده متأيوة بيت المستقبل اللي عرفتنا دي يا اخي خلينا في النهارده اما يبقى يخلص. صح انت يا عم قول هنقول عشان ازاي؟ ده احنا بينما كده على الفيسبوك في كل حاجه. طيب فكوك بقى موضوع المستقبل والفيسبوك دهوت عشان انا عايز اروح حمام والا هخرجكم في المستقبل قريب. لا اساسا انت ممكن تلاقي في المستقبل بقى على الفيسبوك نزلت بقى حمامك قعدتك شفاطك كده وتقعد بقى وبدل ما تروح وتقوم بقى من عليك. هي فكره ظريفه وتبقى انت مسؤول عن شد السيفون. طب روح احنا نستناك بره. طيب يلا يا عم هاني سلامه كان روعه يا عم. هاني سلامه مين ما كنتش فيها؟ ايه ده؟ ما راحوا فين؟ ايه؟ لا لو سمحت لو سمحت ممكن اعرف تاريخ النهارده بس؟ تاريخ في الموبايل بس اشوفه. فين 22 ازاي حضرتك؟ احنا كنا لسه في 2013 قبل ما اخش الحمام على طول يعني. طب ثانية واحدة معلش ثانية واحدة. روحوا روحوا ازاي دول كمان؟ يا لو سمحت يا استاذ في ايه يا عم انت؟ مجنون ولا ايه؟ الجرايد والمجلات كلها بتاريخ 30/8/2022 حتى اللابتوب كاتب نفس التاريخ. كل الناس بتأكد التاريخ. انا سافرت عبر الزمن ولا ايه؟ انا حاسس اني بحلم بس ازاي ممكن يكون الحلم حقيقي قوي كده؟ الناس كلها فقدت حاسة الكلام. محدش راضي يرد عليا. كل المصالح الحكومية والمحلات والاسواق محدش بيتكلم كله بيتواصل عن طريق الموبايل. لو سمحت لو سمحت يا جماعة حد هنا ولا ايه؟ لو سمحت ايه ده؟ انا مش هعملك حاجه. انت بتتكلم؟ ايوه واسمي علي. اللي انت حكيتولي ده غريب قوي، انك تكون سافرت عبر الزمن من غير اله زمن او فجوه زمنيه تحصل. يمكن ربنا اراد ان ده يحصل لك علشان تتعلم حاجه. فعلا انا اكتر واحد كان محتاج يشوف المستقبل. بس انتوا حاولتوش تلاقوا حل للموضوع ده؟ قلت لك ان في ناس قدرت تحافظ على قدرتها على الكلام. بنجتمع مع بعض من وقت للتاني وبنتكلم لغايه ما نزهق. طيب دي حاجه كويسه جدا، بس فين بقى الحكومه والاعلام من كل اللي حصل ده؟
الاعلام نفسه بقى اخرس اخرس، كله بقى كتابه. اما الحكومه ايه اللي هيخليك؟ كلمه يا ناس، كلمه لله، الكلمه الطيبه صدقه، كلمه يا ناس، كلمه لله، كلمه طيبه صدقه. مش معنى الراجل ده بيتكلم. كلمه يا ناس، ليه ما تخلصش زيكم؟ كلمه لله، الكلمه الطيبه صدقه. انا لازم امشي دلوقتي. ليه؟ هقابلك بكره. طيب فين هنتقابل؟ فين؟ هبعتلك رسالة. رسالة؟ هبعتلك رسالة بكرة الصبح، هقولك المكان اللي احنا هنتقابل فيه. طب ليه ليه رسالة؟ اتصل بيا. انا مصدقت الاقي حد اكلمه. استنى استنى بس، ايه ده؟ طب انا هروح ازاي دلوقتي؟ واحنا هنفضل في الشقة دي كمان 10 سنين؟ ايه ده؟ السلام عليكم، السلام عليكم. ايه 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 مهما ضاقت بيك الدنيا، الأمل دايما مش بعيد. يمكن ربنا بيحطك في ضيقة عشان تتعلم حاجة، ويمكن بتشوف حاجات محدش غيرك شافها عشان تغير مسار حياتك. المهم انه مهما ضاقت بكرة دايما في أمل. بكرة تعال وراي. ممكن افهم احنا مالنا عاملين زي تجار المخدرات كده ليه؟ في ايه بالظبط؟ طمني الاول، عملت ايه مع اهلك؟ مفيش جديد، محدش منهم بيتكلم معايا خالص. انا كان في حاجه عايز اقولها لك امبارح بس ما رضيتش اقولها لك عشان ما تحبطش. حاجه ايه؟ انت ما ينفعش تتكلم قدام حد، ما ينفعش تكلمني في التليفون، ما ينفعش تسال اي حد على اي حاجه في الشارع، ما ينفعش اي حد يعرف انك بتتكلم اصلا. ليه ليه ليه؟ الكلام جريمه ولا ممنوع ولا ايه بالظبط يعني؟ من فتره بداوا يمسكوا اللي بيتكلموا، بيقولوا ان هم بيحافظوا على اللي بيتكلموا دول، بيحطوهم جوه محميه عشان عددهم ما يقلش تقريبا، حاجه زي كده. بس اللي عرفناه ان اي حد بيتمسك كان يا اما بيتخرس تاني يا اما بيموت من الاحباط. طب ليه كل ده؟ مين في مصلحته يخرس الناس؟ محدش يعرف، محدش عنده اجابه واضحه. من سنين ومحدش عنده اجابه واضحه، ايه الجديد يعني؟ انا عايزك في مؤتمر معايا هننظمه الاسبوع اللي جاي، الناس اللي معايا كلها مسافره دلوقتي فهحتاجك معايا فيه. هو المفروض هيكون يوم السبت اللي جاي. انا معاك، مفيش مشاكل. تمام، جهز نفسك وانا هبعت لك رساله يوم السبت هبلغك بالعنوان والميعاد اللي هنتقابل فيهم. طب وليه تبعت لي رساله؟ ما تقولي من دلوقتي، ولا انت مش واثق فيا بقى؟ مش مساله ثقه. امال ايه؟ الحرص واجب، احنا لازم نمشي دلوقتي، يلا بينا. لو سمحت لو سمحت، ممكن اعرف تاريخ النهارده بس؟ انا لازم امشي دلوقتي.
كلمة طيبة صدقة، كلمة يا ناس، كلمة لله، 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 كلمة طيبة صدقة. صباح الخير يا حبيبي، كل ده نوم؟ هو انا كنت نايم؟ يا عم ده انت كنت عمال تشخر، ده الراجل اللي ورانا كان هيشتمك، ما تبصلوش ما تبصلوش. كنت عمال تشتم وتزعق، انت كنت بتحلم ولا ايه؟ ما كانش حلم، كان فيلم، اكيد يا عم مش نايمين في سينما. طب يلا يلا يلا، فاكر فين ولا ايه؟ فاضي. تاني البتاع ده؟ معلش ثواني وهبقى معاك. تمام.